طيب نروح بقى ونتكلم برضو ان اخبارنا الحلوه يعني لسه كتير ولسه عندنا احداث عالميه رياضيه بتستضيفها مصر، واخرها امبارح انطلاق منافسات بطوله العالم للسلاح للناشئين والشباب اللي بتستضيفها مصر خلال الفتره من 3 ل 11 ابريل على ملاعب مجمع الصالات المغطاه باستاد القاهره بحضور هنا 80 دوله، بتتكلم في 80 دوله ومشاركه 1079 لاعب ولاعبه في مختلف الأسلحة، من منهم 42 لاعب ولاعبة من مصر. أكيد أكيد بنقول بنتمنى يعني إن شاء الله إن هي البطولة دي تخرج بصورة مشرفة كالعادة، وتؤكد ريادة مصر للرياضة العالمية في تنظيم البطولات. والحقيقة اللي بيحصل كمان بيأكد إننا مستمرين في إبهار العالم من خلال تنظيم نسخة مميزة في تاريخ بطولات العالم للسلاح في ظل هنا ظروف بنسميها استثنائية لجائحة كورونا، العالم كله أكيد بيتأثر بها، وده بيتم بدعم القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيساند وبيدعم بشكل مستمر استضافة مصر للبطولات الدولية، واللي بيأكد يوم بعد يوم على المكانة اللي وصلت ليها الدولة المصرية وسط هنا دول العالم في تنظيم كبرى البطولات، وأصبحت كمان مثالا ونموذج بيحتذى به في التنظيم. فاكر زمان يا كريم لما كنا دايما نقول يا نفسنا ننظم بقى بطولات، نفسنا نبقى على يعني المحافل الدولية، نفسنا نوصل نبقى زي الدول دي اللي بتعمل إيفنتات ومهرجانات والعالم كله بيتابعها. احنا دلوقتي يعني لا نقل اي شيء، بالعكس ممكن نكون تطورنا كمان وبقينا افضل من دول كتيره جدا يعني كان ليها باع كبير في الماضي في التنظيم تحديدا للبطولات الدوليه الرياضيه. ففي تغيير بيتم في مصر على ارض الواقع، هو ده اللي احنا بنقوله مش كلامه خلاص، تعالى في اي مجال على ارض الواقع في مصر هتلاقي فيه تطور كبير جدا. فكلنا سعداء اي حاجه مشرفه، واكيد ان شاء الله هتطلع بمستوى يليق بمصر زي يعني المبادرات اللي سبقتها من زمان قوي يعني عبر كل العصور سواء تاريخ مصر القديم او الحديث. تعالى نقف عند الحديث، من قديم الازل مصر طول عمرها ولادة لمواهب والناس مبتكرين والناس على كل الأصعدة، ناس موهوبة بالمعنى الحرفي كل المجالات. ففكرة ان انت يبقى عندك إرادة للتنفيذ وتنفذي، بس آلية التنفيذ ازاي بقى؟ ان انت بتدي العيش لخبازه بالبلدي زي ما بنقول، بتديها لأصحاب الخبرة مش لأصحاب الثقة، مش للحبايب والقرايب والأهل والخلان. بطبيعة الحال الحاجة هتنجح زي ما كلنا شفنا امبارح، كلها بأيادي مصرية رجوعا للي حصل الأسبوع اللي فات، موضوع المركب برضو اللي كانت جانحة في قناة السويس بأيادي وعقول مصرية. احنا مصر عمرها في حياتها ما نضبت من العقول والسواعد الناس اللي زي الفل في مجالاتها، كل واحد زي الفل في حتته، بس انت تستعيني بيه. لما بنعمل ده بتشوفي النتيجة مبهرة إلى أي درجة. فيعني أتمنى أن تستمر الأحوال على ما هي عليه.